مشروع مستر بون عبارة عن مخبز. أنا تقريبا بديت في 2017 كمخبز، بس قبل هذه المدة حاولت أني أنا أتعلم المخبوزات، وحاولت أني أطور نفسي عن طريق التجارب ودورات لحد ما تمكنت نوعا ما من الخبز، وقلت أجرب أني أفتح المحل، والحمد لله فتحته في 2017 ولحين مستمرين في هذا المخبز. طبعاً الصعوبات اللي بلشنا فيها في بداية المخبز، أما التحديات، الأصناف، شنو ما يعجب الزبون، المجتمع الكويتي بشكل عام أو دولة الكويت شنو يحبون، فحاولنا نطور قدر المستطاع، نبدع بشغلات ونفس الوقت نحافظ على منتجاتنا الأصلية. يعني مثلاً عندنا المشهورين إحنا في مخبزنا في البريوش. العادة البريوش لما واحد يسمعه يقول اوكي هذا بريوش كل مكان موجود، شنو اللي يميزك يعني عن غيرك؟ الطعم، كل مخبز يتفاوت طعمه عن غيره. لا، احنا تميزنا ان سوينا بريوش حجمها كبير تقريبا 60 سنتي، توكل 10 اشخاص، طعمها مميز، يعني خبزه واحده توكل عائله كامله، تنحط ببوكس كبير. طبعا اي واحد يشتريها ويروح عند العائله ويقعد يعني يكون بهجه وناسه وخبزه كبيره عندهم، ويعني شيرنج يصير. هذا بالنسبة حق البريوش اللي احنا مشهورين فيه. وبالنسبة حق الشغلات اللي قلنا نحافظ على الشغلات الكويتية، اللي هو خبز التمر او يسمونه التبدون، انا حاولت صممت اني انا احطه في مخبزي، لان غالبا ما تحصلونه ينباع بمخابز، غالبا امهاتنا واجدادنا كانوا يسوونه في البيوت. فحاولت اني اسوي ريسيبي حلوة ممتازة وطورتها أكثر ونزلتها في مخبزي عشان أحافظ على التراث الكويتي ومنتجاتنا اللي إحنا نحبها طبعاً. والحمد لله لاقى يعني استحسان الناس وطلبات عليه كثيرة، وأنا شخصياً من الناس اللي أنا كمخبزي أنا أكلها يعني شبه يومي. أنا ما قاعد أسوق حق نفسي، لكن جربوها أنتوا وراح تعرفون يعني طعمها من ناحية الحجم، من ناحية الطعم مثل ما قلت لكم. بالنسبة حق الشباب اللي حاب يفتح مخبز أو حاب يفكر يسوي له مشروع حتى لو بالمنزل، وهذا المشروع إذا كان مخبز، بالذات مخبز، المخبز هو سهل ونفس الوقت صعب. بمعنى إذا أنت مثلاً ما عندك خبرة وحاب يوم ليلة تسوي مخبز، ما أنصحك تسوي بهالطريقة هذه. لازم تتعلم، تأخذ دورات، لأن الدورات إيه راح تبين لك المعدات، الوقت الزمني لإنتاج المخبوزات، يوريك ايش كثر تحتاج كادر عمل معاك. لان انت اذا عندك عجين وعندك عجانه وعندك فرن، عينك تروح على الفرن ولا تروح على العجانه ولا تروح وين، فانت لازم عندك ناس معاك. ايضا اذا انت بتفتح محل لازم تعرف كميه انتاجك، هل توفي معاك في المستقبل، سواء مبيعات، تغطي اجارك، تغطي موادك، تغطي اجره العماله اللي عندك، إذا عندك دعاية، فلازم تدرسها عدل. هي صح شغلة حلوة ممتعة، لكن إذا تحولت كبروفيشنال كبزنس، أهم شيء في الخبز مثل ما قلت لكم تأخذون دورات. أنا من أخطائي في هذه الشغلات اللي قلت لكم إياها أني أنا ما أخذ دورات،
وانا اقول للاسف ان انا لما ما اخذ دورات تاخرت وايد، بمعنى ان بدل ما انا اخذ دورات بستة اشهر وتكون مكثفه واعرف شنو الخبز واتعلم، اخذ معي 3 سنين الموضوع، وبعدين قررت اني افتح المخبز هذا. وهذه من الاخطاء يعني اللي انا مريت فيها. فافضل انك تتعلم تاخذ دورات. في ناس يقولون مثلا انا ما اقدر اسافر الحين، ما شاء الله التكنولوجيا تطورت، في دورات اونلاين، في لايف، في بالكويت ما شاء الله ناس غيري انا شطار بالخبز. الكتب وايد ناس نسيتها، انه خلاص اذا لك اتعلم اونلاين او ادش دورات. الكتب وايد مفيده، خاصه اذا تعلمت من ناس يعني صار لهم 30 سنه و 40 سنه في شغل او صناعه المخبوزات. وايد امور تطورك، وايد امور لازم يعني تحطها في الحسبان. وان شاء الله يعني اللي حاب يسوي مشروع مثل ما قلت لكم يطبق اللي قلته انا، وان شاء الله راح يوصل حق هدفه، بس لازم ينطر والصبر يعني وصله للنتيجه اللي هو يبيها ان شاء الله. طبعا احنا مثل ما قلنا الاصناف اللي عندنا البريوش والتبدون اللي تميزنا فيهم او خبز التمر، طبعا عندنا اصناف كثيره حكم السنين اللي قعدناها 5 سنوات، فطورنا وايد شغلات. يعني حتى البريوش ان اول شيء سوينا احجام منه، وقبل الاحجام كان عندنا اللي بالسكر البلوري، عندنا مثلا بالزعتر، عندنا مثلا بالفلفل، عندنا بالزعفران، عندنا بالفلافل، عندنا بالكركم، عندنا وايد اصناف يعني سويناها في البريوش، يعني طلعنا عن الاطار اللي الناس متعارفين عليه. بالنسبه حق التبدون نفس الشيء، كان اول بس العجينه التمر الخبز وبس، الحين حطينا زعتر، والثانيه حشيناها مثل جبن، يعني وايد امور عندنا سويناها. الحلويات كيكه التمر، لاحظوا اني انا احب القديم واحب المودرن، دخلتهم مع بعض. عندنا كيكه سبستيان مثلا، هذه تعتبر من الشيء الجديد اللي عكس كيكه التمر. عندنا اللي ما نتخلى عنه طبعا قرص العقيلي موجود. قد ما نقدر انا في مخبزي حاولت اني احافظ على مثل ما قلت لكم جزء من التراث والشغلات الشعبيه اللي نحبها، زائد شغلات اللي هي الاوروبيه او خلينا نقول الغربيه. وحاب اقول لكم بموضوع، نرجع على موضوع ثاني اللي احنا تكلمت فيه بس ما كملته، اللي هو موضوع الدورات، او انا خلينا اقول شنو بالمستقبل حاب اسوي. انا اعطي دورات كثيره طبعا، واعلم ناس، اساعدهم انهم يفتحون مخبزهم او الهوم بزنس. اذا مثلا ما قدرت تجيني بالدوره او ما قدرت مثلا تروح حق غيري، ممكن تشارك في دورات اونلاين مع اي احد، او تشتري مثل ما قلنا الكتب وتحاول، ولا تخلي احد يعني يقول لك لا ما يصير وما تقدر. هذا الشيء اذا في شغف عندك وشيء حابه انت راح تنجح فيه، بس ماكو شيء نجاح من اول يوم وليله. لازم تصبر ولازم تحاول وتجرب وتخسر وتربح وتفشل وتنجح، وبالنهايه راح توصل النتيجه اللي تبيها والهدف اللي تبيه.